موضوع اليوم هو بوبيت اليونيكورن. أوه، آخر من ينتهي هو الخاسر. ربحت. ربحت. خاسر. مستعدة؟ بكل تأكيد. هذا تحدي سهل، يجب أن أربح. أسرع، هيا. سأربح بكل سهولة، استعدي للخسارة. أنا الرابحة، كدت أن تهي. الفن الحقيقي يأتي، انسوا الأمر. يجب أن أواصل. ألواني، لا يمكنني استخدامها. وهذه أيضاً، لا أحتاج هذا. ما الذي تفعل؟ آخر جزء. هيا، يجب أن أربح هذا التحدي. أحتاج إلى ألوان. كيف تجري الأمور معه؟ ببطء وثبات سأربح التحدي. لا يمكن أن أدعه يربح، لكن ليس معي ألوان. لحظة، ليس لديها أي ألوان. سأندم على هذا التصرف. أعطيني ألوانك. لابد أنه يمكنني فعل شيء بها. لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. سيساعدني هذا الشفاط. سأحضر الشفاط وأدخل رأس القلم في طرفه وأكرر نفس الخطوة على الطرف الآخر. حصلت الآن على قلم يكتب ويلون. لا يمكن أن أربح بهذه السهولة. بنت، خذي هذا. ألوان؟ يمكنني إنهاء رسمتي. شكراً. العفو. لحظة. 3، 2، 1، انطلاق. أهلاً. انظري ماذا أحضرت معي. جرو. واو، هل يمكنني اللعب معه؟ طبعاً، اسمه كنفوش. اسم على مسمى، كمان تضريف. أجل. مرحباً. أهلاً. كمان جميلة. ماذا؟ ابتعدي. لا. سأدفع لك هذا المبلغ. لا، لا يمكنك شرائي بالمال. حسناً. هذا الجرو ظريف. هذا ظلم، من تظن نفسها؟ أشعر بغضب كبير. صببت غضبي على لوح الشوكولاتة. هل تريدين حملة؟ أجل. لدي فكرة للانتقام منها. بهدوء، سأقص طرف غلاف لوح الشوكولاتة ثم سأعصرها على الدفتر. هكذا. هذا الكلب لطيف. يا للهول، هذا الكلب فظيع. هذا مقزز. نجحت، سأبعد الدفتر. لقد عدت حبيبي كنفوش. درس الفنية اليوم ممل للغاية، فهو حول رسم تفاحة عادية. لنرى هنا، ما الذي يفعله جيك مع قلمه الرصاص؟ أي نوع من السحر هذا؟ أظن أنه يقيس حجمها. يمكنني فعل ذلك أيضاً لمعلوماتك. واو، لقد عملت هذه الطريقة. ثم القليل من التضليل وبضعة خطوط. انتهيت. لا تبدو جميلة. ماذا عن رسمة جيك؟ إنه مثل بول سيزان العصر الحديث. تبدو رسمتي كأن طالباً في الصف الخامس قد رسمها. لا يمكنني تسليم هذه الرسمة. لن أزيد الرسم أبداً. نسيت أني أرتدي هذه الأربطة المطاطية. أنا عبقرية. أحضر قلمك الرصاص واجعله متعامداً مع قلم رصاص آخر. ثم أحضر ربطة مطاطية كبيرة وضعها على كلا القلمين. قم بلفها بإحكام. افعل الشيء نفسه مع قلم ثالث على الجانب الآخر. انظر إلى النتيجة. سأجرب رسمها مرة أخرى. هل يمكنني رؤية رسمتك بسرعة؟ شكراً. إن بدأت تتبع الرسمة بقلم رصاص واحد، فالقلم في الأسفل سيرسم الشكل نفسه. أليست حيلة رائعة؟ واو، أغلق فمك يا جيك حتى لا تدخل ذبابة فيه. حان وقت تسليم رسماتكم. رسمتي جميلة يا أستاذ، ولك من غشاشة صغيرة. يمكن أن يضربك ألم الجوع في أي وقت وفي أي مكان، حتى في منتصف الحصة الدراسية.
لدي شيء يمكنني تناوله كتصبيرة، رقائق البطاطس المفضلة لدي. أنا أعرف هذه الرائحة كيت، أعطيني القليل منها. هيا، رقاقة واحدة فقط. حسناً، أنت لا تريدين عطائي. يا أستاذة، كيت تتناول وجبة خفيفة. حقاً لا يمكنك قراءة لافتتي يا كيت؟ ضعي الطعام في الحقيبة. أوف، يا لك من وش يا جيك. سأضع هذه الرقائق هنا، سأركن عما قريب. في الواقع لدي فكرة أفضل، أحضر علبة البرينجلز وغطها بورقك المفضل، ثم اعمل خطا من الغراء ساخن في أعلى العلبة، وضع سحاباً على طول الغراء. أصبحت تبدو مثل مقلمة، أليس كذلك؟ أليست مقلمتي الجديدة رائعة؟ أيها الغيور، يخبرني حدسي أنك ستحب ما بداخله. مفاجأة. هل تريد واحدة؟ مستحيل يا أستاذة، إنها تأكل مرة أخرى. حسناً، لقد اكتفيت، أخرجي من الصف. أيها الواشي، ما رأيك بهذا؟ أخرجي من الصف حالاً. انظر لهؤلاء التلميذان المجدان في العمل، لكن لا شيء قد يفسد سير العمل الجيد مثل عبوة غراء فارغة. هيا، لابد أنه لا يزال يوجد بعض الغراء فيه. إيمي تضيع وقتها تماماً. حسناً، أعطيني الغراء. تحتاجين إلى قوة الرجل لإخراج الغراء، ثقي بي. حسناً، أعطيني دقيقة هنا. بدأت مهمة قوة العضلات الرئيسية. استمر في العصر. حسناً، من المؤكد أن هناك طريقة أفضل للقيام بذلك. أعلم أنه لا يزال يوجد غراء. هذا الغراء جاهز للخروج وهو غاضب. يا إلهي، أردت القليل فقط وليس يدان مغطيتان بالغراء. حسناً، كانت هذه بعض قوة الرجل. إن كانت أغطية الغراء منسدة بالغراء الجاف، فضعها في وعاء أو امنحه حماماً صغيراً. أسكب زيتاً عادياً فوق كل الأغطية مع التأكد من تغطيتها بالزيت تماماً. الآن دعها تنقع لبعض الوقت حتى يطرى الغراء. الآن باستخدام منديل، امسح كل غطاء على حدة. أترى؟ اختفت جميع قشرات الغراء. وأخيراً، لا مزيد من القلق بشأن حوادث الغراء المضغوط عند العمل على تحفتك الفنية القادمة، بل مجرد غراء نظيف ومتدفق عندما تحتاج إليه. يا إلهي، ظننت أن الغراء لن يزول من يدي. لا، أبعدي هذا الشرير عني. بين الحصص لا مانع من القليل من اللعب لمنح عقلك استراحة. الجزئية السيئة الوحيدة في رمي الكرة في الداخل أنها مسألة وقت قبل أن تعترض، والمسكينة آمي لم ترها قادمة. أوف، أو لابد أن ذلك مؤلماً. إيمي، هل أنت بخير؟ أنا بخير، لكن انجرح كبريائي قليلاً. أو لا، لقد تلف قرطي. أيها الأولاد الأغبياء، لا تحترمون الأناقة. يا إلهي، ألا تعتقد أن إيمي قد تصبح درامية للغاية أحياناً؟ عزيزتي الفتاة، إن وجدت نفسك في مأزق مجوهرات، فحاول استخدام مشبك ورق ملون لصنع أقراط. بعد فتحه على شكل مثلث هكذا، ضعي بعض الغراء الشفاف في الفراغ بين الطرفين. بمجرد أن يجف الغراء، أحضري بعض الخيط ولفيه حول المعدن حتى يغطيه تماماً. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، لكن ثقي بنا، النتيجة تستحق الجهد. بمجرد الانتهاء من ذلك، ضع المزيد من الغراء الشفاف لتثبيت نهاية الخيط. وأخيراً وليس آخراً، استخدمي قطعة قرد كهذه ليتدلى منها هذا المثلث. وفي وقت قصير حصلت على أقراط أذن جديدة ورائعة. واو، من كان يعلم أن بعض المجوهرات الجميلة ستزيد ثقة إيمي في ثوان فقط؟ نعم، هذا صحيح، وأعلم أن يبدو رائعة. كيفن، ألم يخبرك أحد من قبل أنه يجب عليك أن تبقي عينيك على الكرة؟ لكن بمجرد ظهور فتاة جميلة في الصورة، يميل الفتيان إلى تهميش لعبتهم الرياضية. لم أحب ديك الرومي المدخن. ماذا؟ هل يجب أن أكون في النادي الرياضي بعد 15 دقيقة؟ ربما ستضطر شطيرتي للانتظار. سأجلب معي كل ملابس الرياضة، لكن أتمنى لو أستطيع البقاء في المنزل والاسترخاء.
هل أحتاج بالفعل إلى بناء عضلاتي؟ من الأفضل أن أتناول هذه الشفيرة لاحقاً. لم أعلم بوجود كيس بلاستيكي هنا. سأراك عما قريب أيتها الشطيرة. سيكون طعامك أفضل بعد التدريب. يجب أن لا أنسى جل الاستحمام. آمل أن تتسع الحقيبة لجميع أغراضي. يمكنك البقاء في المنزل. لوشن؟ نعم، ادخل في الحقيبة. لماذا؟ أشعر ببلل في الحقيبة. يا ويلي، تحولت شطيرتي إلى حساء. حساء دبق من الصابون. يا إلهي، لا يمكنني حتى شم الديك الرومي الآن. ملاحظة لنفسي، أحكمي إغلاق الأغطية. والآن ماذا أفعل بكل هذه الأشياء؟ وجدتها. لمنع أغراضك السائلة من الانسكاب، فكي أغطيتها قبل حزمها، ثم ضع كيس شطائر كبير عليها ولف الغطاء على الكيس البلاستيكي. انظر، لن ينسكب أي غرض في الحقيبة. أتمنى لو أن هذه الفكرة خطرت لي قبل وضع شطيرتي في الحقيبة. والآن إلى النادي. الأمهات وروايتهن الرومانسية، لا شيء يمكنه تشتيت انتباهها حتى أنها لم تلاحظ قدوم جينيفر. هيا، يجب أن أحشر كل هذه الأوراق في الحقيبة. ما كل هذه الجلبة يا عزيزتي؟ لا يمكنني وضع جميع الأوراق التي أحتاجها في الحقيبة. توقفي، إنك تجعدينها كلها. أنا متأكدة أنني علمتك كيف تتصرفين. أعطيني حقيبتك. هذه ليست طريقة جيدة للتعامل مع أغراضك المدرسية. آسفة. لماذا لا تستخدمين المجلد الذي اشتريته لك؟ لم أحصل عليه بالمجان كما تعلمين. في الواقع، يمكن لهذا الشيء أن يكون متعدد الاستخدامات. أحضر مجلدا كهذا واقطع جزءه العلوي، ثم املأ فواصله بالطريقة التي تريدها. ضع أوراقك فيه حتى يسهل وصولك إليها. لا تنسى هذه الورقة. يمكنك شكري لاحقاً. تفضلي. يبدو شكله جميلاً ومرتباً، وكل أوراقي موجودة فيه. لديك دائماً أفضل حل يا أمي. أتمنى فقط أن أحافظ عليها مرتبة. والجزئية الأروع هي أني أستطيع العثور على الأوراق التي أحتاجها في ثوانٍ. أين مخطط الجزئيات المهم؟ وجدته. من الأفضل أن أغادر قبل أن أتأخر. سأخبرك لاحقاً كيف تسير الأمور يا أمي. وأخيراً، يمكنني العودة إلى قصتي المشوقة. أوه، يبدو بأنه وقت الاستراحة. مهلاً يا فتيات، عليكن مشاهدة هذا الفيديو. أوف، هذا مزعج جداً. لا تقلقن، سأتولى الأمر. لا يهم، لم أتمكن منه. كلا، لم ينجح مجدداً. في الحقيقة، أعتقد أني قد أملك الفكرة المثالية. حسناً، دعوني أتولى ذلك. لأخذ واحدة من مشابك الورق هذا. هذا الشيء الصغير هو كل ما نحتاج إليه. اثني رأس الدبوس للخلف هكذا، واثني الطرف الآخر بطريقة ذاتها. والآن ضعي الدبوس مع اتجاه الأجزاء المثنية للأعلى. وأخيراً ضعي الهاتف في الفتحة الصغيرة. ورائع، يمكنك الآن مشاهدة فيديوهاتك المفضلة بكل راحة. يا إلهي، دائماً ما تغضبني فيكي تلك. واو، يا له من شاب حالم. يمكنني الاستماع له يتحدث لساعات. شكراً على مرافقتي للخزانة. أحتاج لأخذ كتبي. انتبهي من الانهيار القادم يا جينيفر. يا لها من فوضى. لحظة، إلى أين تذهب؟ يبدو أن الفوضوية كلفتك خسارة حبيبك يا جينيفر. سأشتاق بالتأكيد لتلك الابتسامة. يبدو أن الوقت قد حان أخيراً لترتيب أغراضك. هل لديك كرتون بطاطس مقلية فارغ؟ ألصقه بالخزانة باستخدام قطعة مغناطيس. من الأقلام للخطاطات، كل شيء سيكون له مكانه الخاص. هذا منظر يسر العين. هل يعجبك ما ترى؟ ما أعتقد أني مهووسة بالترتيب. حسناً، عادت العلاقة. أمل أن تتسع حقيبتي لكل هذه الأغراض. هل
تأخرت؟ لماذا يحدث لي هذا دائما؟ هيا ادخل أرجوك يا سحاب انغلق. يا واو، لم أعلم أني بهذه القوة. لقد تأخرت كثيرا، ربما لا أفكر خارج الصندوق. أعرف بالضبط ما يجب علي فعله. هل تريد الاستفادة لأقصى حد من سترتك؟ ضع أغراضك في منتصفها هكذا، ثم لفها بإحكام باستخدام القبعة. اسحب الحبال واربطها في عقدة في الأعلى، ثم اربط الأكمام في عقدة كبيرة. من الأفضل ربط عقدة أخرى. انظر إلى حقيبة كيتي الجديدة والرائعة، وبها جيب للهاتف أيضاً. رائعة. بالنسبة للبعض، أداء الاختبارات أمر في غاية السهولة، لكن بالنسبة للبعض الآخر يكون الأمر معقداً قليلاً. لن أنجح في هذه المادة أبداً. كيف تعرف كيت كل الإجابات؟ كما لو أنها أحفظت الكتاب عن ظهر قلب. أشعر بالغباء الشديد. هل ستسمح لي برؤية إجاباتها؟ ألا تعرفين الخدعة البسيطة يا جينيفر؟ مع هذه المسائل، اضربي هذا الصف. ثم اضربي هذا الصف. أترين؟ ثم أضيفي هذين الرقمين هنا. 6+3=9. وهذه هي إجابتك. 693. هذه الخدعة عبقرية. واو، شكراً لأنك شرحتها لي. ممنوع الكلام أثناء الاختبار. كيت، دعيني أرى إجاباتك. ماذا؟ ما كل هذا؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. يا للهول، الإجابة صحيحة. 693. أي نوع من السحر هذا؟ يمكنك أن تسميني عبقرية الرياضيات. أوه، هناك شعرات متطايرة. سيحل مثبت الشعر المشكلة. ماذا؟ اختبار العلوم اليوم؟ أوه، كيف نسيته؟ سأحاول أن أدرس على عجلة. لم أفتح هذا الكتاب منذ دهر. يا له من غبار كثير. أوه، لن أتذكر أي شيء من هذه المعلومات. يبدو أن الرسوم قدري. أوه، هذا اليوم سيء من جميع النواحي. يا ويلي، لحظة، هل يمكنني الكتابة على جلدي؟ لقد خطرت لي فكرة ذكية. يمكنني مجرد كتابة الإجابات على ركبتي. إنها أفضل ورقة غش استخدمتها على الإطلاق. لست مضطرة أبداً لحفظ المعادلات الصعبة. يا لها من طريقة رائعة للاستفادة من جلدك يا ماديسون. ولضمان عدم تلطف الحبر، سأستخدم مثبت الشعر. ممتاز، أنا مستعدة تماماً للاختبار. إنها الجريمة المثالية، وعندما لا تنظر المعلمة سألقي نظرة سريعة على ركبتي. انتبهوا يا طلاب، سيبدأ الاختبار الآن. يمكنني فعلها، يمكنني فعلها. الأستاذة لا تنظر إلي. حان وقت استخدام سلاحي السري. سأقلب الممحى وها هي الإجابة. إيفا، ثقتي بك معدومة. سلميها، لا تغشين بذكاء حتى. سلمي البقية أيضا. حاضر، تفضلي. المقلمة، الكتاب، الشريط اللاصق، القلم. لا تظني أني لا أرى هاتفك. سلميه هو الآخر. لكن انظري، لقد نفذ الشحن.
أيضا يمكنك الاحتفاظ به. يا هاتف، لماذا خنتني؟ مهلا، أظن أنا لدي خطة ذكية. نعم، ستكون خطة ناجحة. سأحتاج إلى هاتفي وصورة له. سأقص جزء الكاميرا ثم سأحضر ورقة الغش. يجب أن تكون ورقة الغش صغيرة، لكن يمكنني طيها إلى نصفين. سأضع القليل من الغراء على ظهر الورقة وسأنسق صورة العدسة. سأتأكد بحرص من أنها في مكانها الصحيح. ممتاز، ورقة الغش مخفية. أنا جاهزة للاختبار، مخفية على مرأى من الجميع. هذا سرنا الصغير. سأنتظر حتى تصرف الأستاذة نظرها عني. وها هي ورقة الغش. سيكون هذا الاختبار سهلاً. انتهيت من السؤال الأول. هو تعمل هذه الخطة بشكل رائع. وانتهيت. سأغلق ورقة الغش. يا سلام، لقد انتهيت من الاختبار. لنرى خيبتك في الحلول. ماذا؟ هذه الإجابة صحيحة. السؤال الثاني أيضاً. في الواقع كل الإجابات صحيحة. ممتاز، أنت لم تغشي صحيح؟ كلا، هاتفي ميت، ألا تذكرين؟ حان وقت الاختبار. أوه، سأرسب فيه بالتأكيد. ماذا سأفعل؟ أتمنى لو كنت قد ذكرت بجدية. ماذا؟ لكن الاختبار. يا إلهي، الوقت يمر. كيف يمر الوقت بهذه السرعة؟ ما الذي يحدث حتى؟ لحظة، من هذا الجاسوس؟ مرحباً، اسمي الجاسوس. أستطيع مساعدتك إن أردت. انظر إلى هذا الاختبار، كيف سأتصرف؟ أجل، أتفهم مشكلتك، ولدي الحل هنا. أخفيها عن الجميع، إنها سرية للغاية. ماذا؟ ما هذا الشيء؟ أوف، إنك مبتدئة. استخدمي هذه النظارة. طيب؟ يا إلهي، هذا مذهل. يمكنني رؤية كل شيء، إنه مثل السحر. كلا، إنه مجرد علم. لقد أنقذتني، لكن كيف فعلت ذلك؟ سأخبرك. أولاً، ستحتاجين إلى نظارة وقلم خطاط أحمر. لوني العدسات بالخطاط الأحمر، غطيها تماماً باللون الأحمر. تبدو جيدة. أنت الآن جاهزة لاختبارها. نعم، إنها تعمل. ستمكنك العدسات الحمراء من رؤية المكتوب أسفل الخربشات الحمراء. كان هذا درسك الأول في التجسس. ستعمل هذه الحيلة مع كل ما تريدين كتابته. على سبيل المثال، إن أردت الاشتراك في قناة فيديوهات، أو ربما اشتركت فيها بالفعل. قد ترغبين في منح مقطع الفيديو أعجاباً في حال أعجبك هذا المقطع طبعاً. على أي حال، نظارة التجسس جاهزة للاستخدام. إنها أنيقة أيضاً. عظيم، أنا جاهزة لهذا الاختبار. حان وقت البدء في الحل. ما علي سوى التحقق من ورقة الغش السرية. هذه الطريقة ناجحة. يمكنني أن أرى الإجابات بوضوح. وانتهيت. الحمد لله، لن أرسب اليوم. مهلاً، إنه صديقي الجاسوس. شكراً جزيلاً. ماذا؟ إلى من تنظر؟ تمام. أحسنتِ. هذا الواجب صعب، لكني تمكنت من حله. أنا فخورة بنفسي. سأضع الورقة في هذا الملف حتى تظل سليمة. سأضع الملف في حقيبتي الآن. أنا متحمسة لتسليم هذا الواجب. تحفة الفنية.
يا لها من بلهاء. يا للهول ورقتي، هذه ثانية كبيرة. إنها تبكي، هل تصدقين ذلك؟ من يبكي هكذا؟ ستساعدك هذه الأداة. شكراً. مهلاً، ما الذي سأفعله بها؟ فهمت. استخدم مكواة فرد الشعر لتسوية الثنيات على الورقة. ترى، حلت المشكلة. تبدو مرتبة. نينا، أحب هذه الأغنية. أو جيليفر وحبها للأغاني السيئة. هذه الأغنية تشعرك بحماس شديد، كما أن هذه العلكة رائعة. حان وقت الفقاعة. يا للهوي، ماذا حدث؟ طارت العلكة ووصلت لشعر إيفا. كيف سأتصرف؟ طيب، ربما أستطيع سحبها بحذر دون أن تلاحظ ذلك. إنها تنظر، تصرفي بعفوية. يا للهول، إنها تحك رأسها، قد تلمس العلكة. الحمد لله، لم تلمسها. فيو، كان ذلك وشيكاً. الآن، حان وقت محاولة إزالة العلكة من شعرها. لابد أن هناك طريقة أسهل للقيام بذلك. مهلاً، قد يكون الحل في هذا الشراب. أضع مكعبات ثلج في شراب ليبقى بارداً. مرحباً يا مكعب الثلج العزيز، ستنقذ شعر صديقتي. سأضع هذا المكعب بحذر على العلكة. ممتاز، أصبحت العلكة باردة بما يكفي لإزالتها دون أن تلتصق. ياه، الحمد لله، لقد أزلتها من شعرها دون أن تلاحظ. وعادت إلي علكتي الآن. كلا، لا أريدها، سأتركها هنا الآن. لم تلاحظ إيفا أي شيء، كنت سريعة مثل النينجا. يوم مدرسي ممل آخر. ها؟ ما هذه؟ أظافري أجمل بكثير. واو، لا أصدق ما أراه. أظافرها في غاية الجمال. وأظافري ليست جميلة أبدا. ماذا تسمين هذه؟ أظافري؟ إنها ليست بذاك السوء، أليس كذلك؟ ماذا تقول هاتان الفتاتان؟ فتيات سخيفات هن وأظافرهن، مقرف جدا. هاي، انظري حولك. أنا؟ أجل، انظري للأشياء التي تملكينها. ها؟ لا شيء يمكنني استخدامه. أنا لا أرى شيئاً. حقاً؟ ماذا عن هذا شيء؟ عرفت الآن ما تقصدينه بالضبط. قلم الشمع. ولكن ماذا سأفعل به؟ استخدمي عقلك الكبير. قلم الشمع. وجدتها، فكرة رائعة. أحتاج أولاً لعمل شكل الظفر. سألصق قطعة ورقية فوقه، ثم أحدد حجم الظفر. يبدو هذا جيداً. والآن سأرسم الشكل المناسب لي، وأستخدم مسدس الشمع لملئه بلون زاه جميل. سأقوسه قليلاً ليصبح شكله مناسباً. ومرحى، حصلت على ظفر جميل وجديد، أو على أظافر جديدة. ترى، أظافر جميلة ومثالية. أو ما رأيك بهذه الأظافر الآن؟ ماذا؟ يا للروعة، إنها جميلة. ياي، شكرا لك أنستي، كنت أعرف أنك ذكية. عزيزتي، ربما علي الآن صنع أظافر خاصة، حيلة من حيالي. هذه حصتي المفضلة، يجب أن تكون البيتزا مستديرة. بالطبع، بيتزا مستديرة، ممتاز. ويجب أن تكون الحشوة طازجة. بالطبع، الحشوة الطازجة تجعل البيتزا طازجة. شاهدوا بأنفسكم. واو، بيتزا، هذه أفضل حصة في العالم. أيتها البيتزا، أنا أحبك. ماذا حدث للبيتزا؟ لا، كان مجرد حلم. لحظة، هل يأكل جيك من حاتة؟ ربما لا أزال أحلم. من الأفضل أن أنظر جيداً. تبدو مثل ممحاة عادية لي، وتعمل مثل ممحاة عادية أيضاً. جيك، كيف أكلت ممحاتك؟ طرف واحد فقط هو الممحاة، الطرف الآخر حلوى. الطرف الآخر حلوى؟ إنها حلوى، مارشميلو، وصنعها سهل أيضاً. أحضري الممحاة وادفعيها بهذا الشكل، ثم ستحتاجين إلى مارشميلو. يتسع لها المكان بمثالية وتبدو مثل ممحاة.
أجل مارشميلو في كل حصة. مارشميلو طوال اليوم.